أكد الفريق أول صدق صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية وما تتميز به من طابع استراتيجي ممتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والمواقف المشرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وخلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي شايغو أشار صبحي إلى حرص القوات المسلحة لكلا البلدين على زيادة آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات على نحو يعلي القيم والمصالح الاستراتيجية المشتركة. وفي نهاية اللقاء وقع صبحي وشايغو على محضر الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية.